يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حتة ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكة مصيبة، وفي كل حتة كارثة، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، المصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تقعد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. اللي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمة يا بنت الجزمة مش منبهة عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي اختي اللي لازماكي؟ تخرجيش يا بنت مصاحبه لك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكس الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورمش. اه 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 ايه في ايه؟ مالكوا؟ صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت، وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 مفيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاستراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري. يا امك لقرف اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني. عن اذنك. اذنك معاك.